إطلاق رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني السلة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والذين يبلغ عددهم نحو 5,076,000. وأشار رئيس الوزراء إلى أن تأمين السلة الغذائية للمشمولين بالحماية الاجتماعية كما ونوعا سيعالج الفقر، كما شدد على أن ارتفاع الأسعار أمر وقتي وأن الحكومة لن تسمح بالمساس بقوت المواطنين. فممكن احنا ندخل الحكومة بطلب شنو السلع اللي نزلت الآن ارتفعت اشارنا صعودها احنا نشوفها نشتري عندنا فلوس ونبدأ نطي للبنك المركزي من قروض الكي بي آي نستورد ونأمنها للمواطن. فأنت لازم تعدون العدة هذا صحيح دور الرئيس هذا ترى واجبنا هو مبلغ من الدولة من الدولة البنك المركزي والدولة مو انقطعت لا لا راح نشتغل على مسائل هذه افكار القطاع الخاص اللي عندهم امكانيه واكو هم من التطوع راح يرصد هذه المواد واحنا راح نسهل له بعض الاجراءات واكو امور لا راح نجيب من خلال شركات يعني اذا شفنا مثلا حديد التسليم ارتفع بشكل لانه صار هلع كل واحد شكو عنده بضاعه رفع السعر لا انت ترفع سعر الحديد انا راح انزل حديد.